كان يا عمر كان هم حارس ودم الولد على المقطع وما صدزي اللي صار عندنا في ضرب قذيف على المنزل والاولاد فيها صغار وانا كنت برا البيت جيت بجري كان في رصاص قذيف بعد القذيف على طول اجينا وصلنا عرفنا القصف انه في الدار مع الدخنه تطلع من الشبيك والبيبان وطانا جينا نسعفهم كله دخنه كله اضاق يعني ما عرفت هذا من هذا ولا صغير ولا كبير واللي بشد في الثاني كل من لازم احد يشد في الثاني اخر شيء طلعنا على الشيء هذه يعني الله ظل كان في الغاد فيه اصابات من الله واخر شيء طلعنا الشهيده يعني قعدت في حضن يمكن 20 دقيقه حتى احنا بنجري لان كان في اطلاق بعد القذيفه في اطلاق نار كان نفسي اصير فنان او اصير اتخلص قريت بس هذا اللي صار ايش تدرس في جامعه الاقصى قصف البيت بدون اي انذار حتى وما كان فيه يعني لا قصف ولا من هذا ولا من هذا فجأة انقصف البيت يعني شايفين هم كل شيء حتى لما جينا ننقذ كانوا الرصاص برضك بطخ علينا يعني وين ما تروح ضربت القذيفة من الجهة الشرقية ضربت دنيانا فضربت الحيط رجعت على الحيط الثاني طبعا دنيا صابت في المكان هذا الأهل ما بيدروا إيش بالضبط إيش اللي صار كانت امها تخبز فتفكر في الطنجره او الطاسه اللي تخبز عليها انفجرت فكلهم شردوا من الغرفه طلعوا من الغرفه هي الغرفه الغربيه فراحوا طلعوا برا دنيا طموحها كطموح كل فلسطيني انها تبادر في يعني في الفن في الرسم لتوصيل رساله للعالم هي بطريق الفن زي ما انتم شايفين الشهداء أغلبية رسمها يعني عن الشهداء هي تحاول توصل رسالة للعالم بطريق الفن هذا راح يصبر قصة عروسة زي الناس قاعد ناخذ فيديو 40 بس